كان أول الوافدين إلى جنوب إفريقيا وبات أول المغادرين. المنتخب الوطني الجزائري ظهر مع الأسف ضيفا ثقيلا على كأس أمم إفريقيا. في مباراة المصير فشل الخضر مرة أخرى في إحراز فوز يقيهم شر الإقصاء من الدور الأول. أمام المنتخب الطوغولي لم يجد الناخب الوطني حيلوزيش الحلول، وابتعد لاعبوه عن الإبداع، ولم يكونوا أفضل من خصمهم ما دامت الكرة أهداف، وهذا هو قانون الكرة الذي لا يعلو عليه أحد. ولما كانت الهزيمة يتيمة دائما كما يقال، فإن لا أحد اعترف بالمردود الهزيل للخضر بعد أن فضل الجميع لغة الصمت. لكن بعض اللاعبين نطقوا بلغة أخرى تجاه المناصرين، لغة الشتم والتهديد. في مباراة الطوغو أو لنقل مباراة الوداع، تأكد الناخب الوطني وكل الذين يقفون وراءه أن كأس الأمم ليست للنزهة، ومبارياتها لا تربح على صفحات الجرائد أو بإقامة الندوات الصحفية. مباراة الطوغو التي أغلقت باب الكاني في وجه الخضر ستبقى في حجمها، لكنها ستطرح بدون شك ألف السؤال عن حقائق منتخب ضل الطريق بمدربه ولاعبيه والمشرفين عليه. هكذا إذن سقط الخضر بعد مقابلتين فقط، خسارة أولى أمام تونس وثانية قاتلة على يد الطوغو، وتبقى مواجهة شرفية ضد كوت ديفوار لتودع الفيلة الخضر بعد أن هجرهم مناصروهم الذين صدموا بما عاشوه في روستنبورغ.